يقول: بعد أن أتممت عمرتي ولله الحمد وجدت في نفسي شك، هل طفت 7 أو 6؟ فماذا أفعل؟ الشك بعد النهاية والانتهاء من العمرة لا يؤثر ولا تلتفت إليه. أما إذا شككت وأنت في الطواف، أو شككت وأنت في الصلاة بعدد الأشواط أو عدد الركعات، تبني على اليقين. إذا شككت هل طفت 6 أو 7، تجعلها 6 وتأتي بال7. شككت هل صليت 4 أو 3، تجعلها 3 وتأتي بال4 وتسجد للسهو.